اهلا بيكم معانا مره تانية، وهنتكلم النهارده على نموذج المحاكاه بالامم المتحده او مجلس حقوق الانسان تحديدا. معانا اتنين من ضيوفنا منورنا داخل الاستوديو، علشان انا ما بحبش اغلط في الاسماء والنطق. حباب البري، مظبوط؟ حباب البري عضو اللجنه التنظيميه بالمنتدى، اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ. كله تمام؟ الله يخلي سيادتك. يسرى مش ممثله دوله الاردن في نموذج المحاكاه، وده كان جزء من الحديث الجانبي ان احنا كنت انا بقول لليسرى انه بيبقى سهل انك تمثلي دولتك يا يسرى، ولا بيبقى في صعوبه اكتر؟ اول شيء انا مبسوطه كتير اني موجوده معكم اليوم يعني، ومبسوطه اني موجوده بمصر اللي هي البلد اللي عمرك ما بتحس حالك غريب فيها، لانه الناس فيها كتير مضيافين وبيحبوا انهم يتعرفوا على بعض. المحاكاه بفكرتها هي بتساعدك انك تتعرف على مبادئ جديده، وبتساعدك انك تفهم المشاكل والحلول تبعت البلدان الاخرى. بس بالنسبه لي اني مثلت الاردن كان اولا شرف كثير كبير، بس ثانيا كان مسؤوليه كبيره، يعني بلدك اللي انت عايش فيها، وخصوصا انه احنا بهاي الجلسه من المحاكاه حكينا عن موضوع كثير حساس واحنا عم نعيشه هلا، اللي هو موضوع اثار جائحه كورونا على الناس وعلى العالم وعلى البلدان 47 اللي كانوا موجودين معنا. فانا عانيت المعاناه تبعت الشعب الاردني، وبعرف قد مرينا في ظروف صعبه، وبنفس طبعا الوقت بعرف قد ايه طلعنا حلول. فكانت فكره اني امثل بلدي هي تحدي، وبنفس الوقت كنت ممتن كتير اني قدرت اني اعمل هاي التجربه. هرجع لك مره تانية نكمل كلامنا على مساله سهوله تمثيل بلدك من صعوبتها.